اوكي اليوم السبت الجو جميل كاين الصاد شتو اخذت يعني هذه الغابه هانتوما الغابه شي فيلا الناس اللي كيتمشاو والناس اللي كيعجبهم التسجل وداك الشيء ومع الجوز حتى انا هذه كنت مشي هذا الصباح الى بغيتي تحيد ستريس ليسيز هذه احسن بلاصه الى بغى الواحد يحيد ستريس انت كده جبال بلاصه بزاف ولكن في الصيف ماشي في هذه الوقيته اللي مازال مع دابا التلج كيذوب تقدر تزلاق تقدر دير شي حاجه فوالا بغيت نبارطاجي معاكم هاد اللقطات الجميلة في هذا الصباح الجميل من هذا المكان الجميل. هاد البلاصة هي ديال ستريس، إلا بغيتي تقضي على ستريس هادي أحسن بلاصة يجي ليها الواحد، لأن باش تقضي على ستريس خاصك شي بلاصة لي كالم، شي بلاصة لي مفيهاش البشر، وشي بلاصة لي كتبقى تسمع راسك. إذا قلتي شي حاجه كتسمح زقزقه العصافير شو حيت الثلج هنا كيذوب الدنيا كتزلق دونك ما غاديش نمشي فوق التراب غادي نبقى غادي فوق الورق ديال الشجر باش ما نزلقش مع هذه الهبيطه فوالا هي منظر جميل جدا الواحد يبدل فيه الجو ديال الحضاره ديال الشوارع المملوءه بالسيارات وبالراجلين وبالعمارات يعني الاكسجين الاكسجين الحقيقي ما كتشموش تما الا ما كتجي لهنا نورمالمون هاد الخرجه اللي دايره دابا ما كانتش مرتقبه يعني ما خرجت لشيء اخر اوكي ولكن ديك البلاصه اللي مشات فيها كتبان لي الغابه قريبه قلت علاش ما نمشيش ونضربها بواحد المشيه في ديك البلاصه جميله جدا فوالا انتم كتسمعوا الطيور ربما ما عرفتش انا واش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش سا دي بونش المايك ديال التليفون سيلتقط هذه الاصوات ام لا يعني منظر جميل جدا الهدوء التام يعني بنادم ما كتلقاش معاه هنا الا قليلا كتلقى مع شي واحد غادي بالكلب ديالو ولا شي كوبل غادي كيحلم ولا شي حاجه ولكن باش تشوف يعني شي واحد يبرزطك مثلا ولا ينغص عليك مثلا الخرجه ولا ينغص عليك هاد المشية ما كاينش تحس بالأمن والأمان الكاملين هنا القضية حاملة شفتو دابا هادي دابا كاين هبيضة وكاين فيراج اوكي نورمالمون هاد البلاصة هادي ديال الناس اللي كيديرو السكي اوكي ولكن حيت دابا التلج كيذوب هانتوما التلج باقي شاد غير في دوك لي فيراج وعرفتي هادي راه عقبة عرفتي شنو هي لزلق الواحد هنا ومشيت يا مال القضية حاملة خصني نمشي في البلاصة اللي فيها شتا البلاصة واخا مغيسة ولكن فيها الورق فيها دوك العراش ديال الشجر وداك الشي يعني اتس ايزي تو هاندل ولكن في سبيل هذا المنظر الواحد يضحي به فوالا هانتوما سي هذه هي الطريق طويله دابا تقرب هذه حتى اي دون نو وين سيغنا تيك ولكن زويونه دابا شي دريات مبغايا مبرزطين منك ولا كاين واحد الليك البركه المائيه اللي كانت كتبان لكم هناك ولكن
It's nice, it's beautiful. واخا واحد السديرة ديالي ما عرفش كي غادي تولي من بعد هاد من هاد الهبطة، ولكن ماشي مشكل، ندخلوها للماكينة الصابون. ندخلوها حتى هي تفرك. خصني نمشي عاود للبيس. الانزلاق بدا يتكاثر، واخا غادي فوق غادي يفوق الغيط زعما، ولا يشوف يمكن يشوفو من تما. شوف الديكور كان كيبان لكم البوليس. البوليس طوموبيل البوليس في الوقفة كتكون حاضية، هادي شي عادي كتكون هنا دائما طوموبيل البوليس كتكون هنايا باش كتحضي. يعني هي راه حتى حاجة ما غتوقع، ولكن كيكونو اونكا مثلا، هما ملي كتكون تيقولو اونكا داكسيدون، شي واحد يطيح، شي واحد توقع له شي حاجه، شي واحد ما كيقولوش لك تاكل، دائما ما كيقولوش الجانب السلبي. ماشي غير مثلا تلقى شي واحد مثلا غيكريس هنا، دائما تيقول لك اونكا مثلا توقع شي اكسيدون، شي واحد يطيح يتضرب كذا، لان هاد البلاصه لان لي بارك محسوبين ديال الدوله، ولو وقعت شي حاجه فيهم الى 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 تضربتي مثلا ولا وقعت شي حاجه كتولي السبه ديالهم، كتولي يعني خصك بحال هما اللي كيتحمل المسؤوليه ديالك، هما اللي كيتحمل المسؤوليه ديالك الى وقعت لك مثلا تهرجتي ولا تكسرتي ولا سميتو. فوالا هاي هي البركه، حنا وصلنا للبركه، حنا خرجنا للحضاره دابا، حنا خرجنا للحضاره وحنا غادي نضربو الدوره باش نمشيو الى مواقف السيارات، وناخذ السياره ونذهب الى مكان اخر. ربما غادي نمشي عاود نكمل شنو كنت كندير، نمشي نسخن شي شويه قبل ما نمشي لدارنا. وهذا هو مكان، وهذا هو مكان في هذا المنظر الجميل المبدع فيه. أتمنى البركة، البركة مزبطة. شتو البركة، ولكن دابا أنا خصني نمشي فوق التلج، ما فيه اللي يضرب ديك الدورة، ما فيه اللي يضرب ديك الدورة من تمايا، غادي نمشي من هنا. إيوا كتشوفوها تمايا، البوليس يتمشى نازل من السيارة ديالو، وحتى هو كيتمشى ويا باش كيبين لك زعما راه حاضر وراه كيدير الخدمة ديالو، ماشي بحال ديك البوليس مثلا اللي كتلقاهم مزروقين كيقلبوا غير على من كيقلبوا على من كيقلبوا شكون يجريسي وكيقلبوا شكون شي واحد ياخذوا الرزقو. انتم هادو الالات الثلجيه، سياره البوليس، هذا واحد الوالا نهر صغير وجميل. شتو الارض، هاد الشيء كان كوفري في الثلج، غير حتى هاد الاسبوع اللي فات عاد جات الشتاء، يعني جا الصهد شوية ولا سميتو. هذه الآلات اللي كيكرفو بها الثلج في البارك، واللي كيصيبو بها الثلج الناس اللي كيديرو السكي وهادشي، يعني منظر جميل جدا. وجيت تشوفو هادشي راه كلو من هنايا مثلا، كلو هادشي هنايا غير ديال اللعيبة الله كيفاش، كاين واحد التيران الله يبارك ديال البيسبول ومعرف ديال اش. ما عرفتش شنو ندير البيسبول ولا فوالا. نكملو الطريق ديالنا في الحضارة، منظر جميل جدا. وهذا الشيء اللي نتاع النهار، غادي نكمل لكم
يعني المشية إلى الباركين وخبقي بين اليوم فيه. وهذه هي سيارة البوليس. شتو جالسة هناك في المغرب كتشوفهم كيخلعوا زعما فهمتي اللعبة ديال أي واحد دايز خصهم يصوروا وخصهم يعرفوا شنو كيدير. وانا غادي نصورهم هاهي قدامي شنو انا دابا كنصور فيهم. هما واقفين هنايا. سيارة جميلة جدا شفتوها سيارة جميلة جدا. وكيديرو خدمتهم ماشي زعما كيجيو هنايا باش كيبقاو يتبرعشوا على الشعب ولا شي حاجة. يعني كيديرو خدمتهم وكيديرو العمل ديالهم يعني كيبردو داك الصالير كيا يعني تيخليوك مثلا كتحس بالامن والامان في ديك البلاصه اللي كتكون فيها كتحس بانك يعني مرتاح انك فوالا هي منطقة جميلة جدا. وكنتمنى يعجبكم الموضوع. تبارك الله عليكم وإلى يوم آخر ولا إلى فيديو آخر ولا ما عرفش تقولوا لي يعني. وإليكم أجمل وأرق التهاني والتحيات وإلى اللقاء عيان وتعيين. يا الله تبارك الله عليكم.